ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. Welcome to me عالم and this is الشيخ عمرو حمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear student الشيخ سعد خالد. This is إن شاء الله تعالى your new plan that will start reciting from the first of سورة الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.